جاءت فكرة إقامة مؤتمر برلين كمظلة دولية لأي تسوية سياسية تحصل في ليبيا. عقد برلين واحد، مع كل أسف غاب عنه الطرف الليبي وحضر الطرف الأجنبي. الطرف الأجنبي المعيار في ذلك المؤتمر كان هو الدول المنخرطة في الملف الليبي، وبالتالي نجد أن عملية الاختيار أو عملية الدول التي شاركت في هذا المؤتمر كانت في الأول 10 دول، هي 5 دول الأطراف الرئيسية في مجلس الأمن، والخمسة التي يعتقد أن لديها انخراط واسع في ليبيا، مثل مصر ومثل تركيا ومثل إيطاليا والإمارات. أو طبعا مشاركة تونس والجزائر جاءت في وقت لاحق نتيجة لتدخل المستشارة ميركل، وعبرت عنها في ذلك الوقت أن تونس والجزائر باعتبارهم دول جارة، حتى وإن كان لم يكن لديهم في ذلك الوقت انخراط واسع في ليبيا وتواجد بأي شكل كان، ولكن تم تحضيرهم في هذا الإطار. برلين واحد ولحقها بعد ذلك برلين اثنين جاءت لمعالجة الأزمة الموجودة فيها ليبيا في ذلك الوقت، وهو مسألة الانقسام في السلطة التنفيذية، ونتج عن ذلك الذهاب إلى تشكيل لجنة حوار سياسي وفق المادة 64 من الاتفاق السياسي، اللي انطلقت من تونس وختمت جولتها في جنيف بهذه السلطة الموجودة اليوم على سدة الحكم. وأنا في تصوري أن هذا لم يكن حلاً على الإطلاق، وإنما كان معالجة وقتية لمشكل آني، ولم تكن معالجة من يعني معالجة لجذور الأزمة أو جذور المشكل في ذلك الوقت. نعم. وبعد ذلك أيضا الأمم المتحدة ما زالت يعني، وحتى اليوم في برلين ثلاثة يمكن نتطرق لها مع حضرتك، ما زالت الأمم المتحدة في تصوري لا تريد التوجه بشكل مباشر إلى جذور الأزمة معالجتها، بل أنها في كل مرة تأتي لمعالجة القشور، وهي ما يتعلق بالسلطة والانقسام على السلطة والصراع على السلطة. ومشكلة ليبيا ليست في مشكلة معالجة الصراع على السلطة، وأنا قلت الكلام هذا للسيدة ستيفاني في عدة مرات وآخرها يعني الفترة الأخيرة عندما عادت إلى الملف الليبي من جديد، أن في كل مرة نشكل لجنة حوار ونذهب باتجاه معالجة الأزمة في ليبيا تتجه بنا بشكل مباشر لمعالجة مشكل السلطة، ويتم ترحيل كافة المشاكل والقضايا الأخرى إلى ما بعد حل مشكلة السلطة، ولكننا نعالج مشكلة السلطة بشكل تلفيقي، وبعد ذلك ننشغل على القضايا الجوهرية الأخرى التي من الممكن أن تقودنا إلى مرحلة استقرار دائم وتؤسس لدولة وطنية مدنية ديمقراطية يجرى فيها انتخابات وما إلى ذلك.